السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمود من قسم الفسيولوجي. أهلا بكم في تاني محاضرة من محاضرات السي ان اس موديول في مادة الفسيولوجي، وهي بعنوان Sensory Receptors and Sensory Transduction. وزي ما اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت إن احنا هنبدأ بأول جزء من أجزاء الريفليكس أرك، وهو الريسبتور. بإذن الله في عندنا كلام كتير أوي في الريسبتور النهاردة، والوقت طبعا ضيق، لازم ساعة، فلازم نركز مع بعض عشان في حاجات محتاجة ان هي تتشرح كويس. ايه الايتمز اللي هناخدها؟ هناخد اول حاجة ديفينيشن للريسبتور، ودي طبعا يعني ديفينيشن قريب من الديفينيشن اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت. هناخد فانكشنز اوف ريسبتورز، وطالما قلنا فانكشنز يبقى هي اكتر من وظيفة. يبقى الريسبتور يا جماعة مش وظيفتنا ان هي تستقبل الاستيمولس وخلاص، لا، دي اكيد ليها وظائف اخرى هنشوف. و classification of receptors، تقسيمة الريسبتور بقى. طبعا اللي متخيل ان الريسبتور زي ما قلناها المرة اللي فاتت، ريسبتور موجودة في السكن سوبرفيشال، وريسبتور موجودة في الديب ستراكشر، وريسبتور موجودة في الفيسرا، اللي متخيل ان هي دي classification اقول له ما تستعجلش هتشوف. بروبرتس، اكشوالي الريسبتور ليها 3 important بروبرتس. يعني الريسبتور دي لو ما عندهاش الثلاثة بروبرتس دول كان يبقى السي ان اس في حيرة من امره، ما كانش يعرف السنسيشن من بعض. انا عندي بين، عندي تاتش، عندي تمبريتشر الالم، الاحساس، الحرارة، عندي البريشر الضغط، عندي التنشن توتر، عندي سنس اوف موفمنت الاحساس بالحركة، عندي سنس اوف بوزيشن الاحساس بالثبات او بالوضع، عندي سنسيشن كتير جدا يا جماعة. ده حتى التاتش اللمس، في عندي كروت تاتش وعندي فاين تاتش، كل السنسيشن دي هناخدها ان شاء الله. بس لو مفيش بروبرتس للريسبتور دي كان هيبقى السي ان اس حيرة من امره. سنسوري كودنج، يعني ايه سنسوري كودنج؟ يعني الريسبتورز كلها ما بيحصل لها ستيميوليشن بيطلع منها اكشن بوتنشال، كهرباء، زي ما اتفقنا الريسبتور دي متصلة بنيرف، فاول ما يحصل لها ستيميوليشن بتدي الامبلس للنيرف، والنيرف كهرباء تمشي افرنت تطلع سنتر. وبعدين طب انا عاوز افهم، يعني السي ان اس جاي له كل الامبلس في شكل اكشن بوتنشال، طب هيقدر يحدد نوع السنسيشن منين؟ هيقدر يحدد مكانه فين؟ هيقدر يحدد قوي ولا ضعيف ازاي؟ هي دي السنسوري كودنج. يبقى سنسوري كودنج معناها قدره السي ان اس البرين بالذات انه يعرف مكان السنسيشن ونوعه وقوي ولا ضعيف. تمام، نبدا على بركه الله وناخد اول حاجه الديفينيشن. زي ما انتم شايفين كده المره دي بقى قلنا سبيشالايزد مايكروسكوبيك استراكشر، المره اللي فاتت قلنا مينيت استراكشر بريزنت ات ذا تيرمينال، لا سبيشالايزد مايكروسكوبيك استراكشر. تمام، سبيشالايزد لان هي فعلا هنشوف دلوقتي في التركيب بتاعها في الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن ان لها تركيب معين يا جماعه، لها تركيب جميل جدا وهنشوف اشكال جميله جدا. مايكروسكوبيك طبعا لا ترى بالعين المجرده. موجودة فين بقى؟ موجودة at the terminal ends of the afferent sensory nerves. الكلام بقى اللي هو ايه؟ المحدد بقى، ما بقيناش نقول بقى في التيشو، مش، لا، موجودة عند ال terminal end بتاع ال afferent sensory nerves. اشمعنى قلنا كده؟ لأن أنا قلت لكم إن الريسبتور دي ما يحصل لها stimulation هتنقل كهربتها لل afferent sensory nerve اللي جنبها، تمام؟ وما نقولش afferent nerve وخلاص، لا، afferent sensory، تمام؟ وطبعا كالعاده هي فيري سنسيتيف للمينيت تشينجز في الاكسترنال والانترنال انفايرمنت. تمام، وكل وظيفتها ان هي انفورم ذا سي ان اس اباوند ذيس تشينجز، تقول للسي ان اس ايه اللي بيحصل وايه اللي ما بيحصلش. وظيفتها بقى احنا كنا فاكرين ان هي ريسبوندر فقط، ريسبوند تو ديفرنت تايب اوف ستيمولاي، لا هي مش ريسبوندر فقط يا جماعه، لا هي ريسبوند ديفرنت تايب اوف ستيمولاي وتحوله للالكتريكال انرجي. خد بالك، يعني مثلا ممكن يكون انا حاطط ايدي على الجلد، حاطط ايدي على الجلد دي ممكن تبقى تاتش، ممكن تبقى بريشر، تمام، حطيت ايدي دي الريسبتور هتحسها وتحولها لكهرباء. طيب انا حطيت دبوس على الجلد، مش شكيت بدبوس، الدبوس ده هيعمل بين، الريسبتور تحس ببين، بس اللي ماشي في قلب الافرنت سنسوري كهرباء. يعني هي بتديتكت انرجي، بتديتكت بتكتشف ايه اللي حصل. تمام، حطيت ايدي، شكيت دبوس، رميت ميه سخنه، الكلام ده. ثم ترانسديوسر، ترانسديوسر يعني تحول بقى، هتحول ايه؟ هتحول الانرجي اللي حصلت دي لالكتريكال انرجي، ايا كان الانرجي اللي حصلت، كانت بريشر انرجي، كانت كاينيتيك انرجي، كانت تيشو دامج انرجي،
كانت ايه؟ هتحولهم كلهم للالكتريكال انرجي في شكل الاكشن بوتنشال، وهو ده فانكشن بتاع الريسبتور. كلاسيفيكيشن اوف ريسبتور، مين بقى اللي كان متوقع ان الريسبتور الكلاسيفيكيشن بتاعها صغير وهي موجوده في السكين بس والديب ستراكشر بس والفيسرا بس؟ لا، اتفضل اقرا معايا كده كلاسيفيكيشن اوف ريسبتور، انا حبيت اجمعهم في سلايد واحده يا جماعه عشان ما تتمحيش من دماغكم، تبقى موجوده كده زي سكيمه في دماغك، اوعي تضيع منك السكيمه دي لان انا تعبت على ما حطيتهم لكم كده عشان تبقوا عارفينها. تمام، هم مش شبه بعض خالص بس هم داخلين في بعض. تعالوا نشوف مثلا هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني ايه؟ يعني هاخد الريسبتور وابص عليها تحت الميكروسكوب اشوف شكلها ايه. دي طبعا شغل هيستولوجي اكتر، عشان كده احنا مش هنخش في تفاصيل، احنا هنقول بس 1 2 3 4 عشان الحاجات دي تمام هتفيدنا بعد كده. خلاص، طيب فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن، اتعودنا فيسيولوجي معناها يعني فيسيولوجي ده ذا ساينس اوف ليفينج ثينج، حركه. فيسيولوجي يعني حركه او فانكشن. تمام، فالريسبتور دي انا هقسمها على حسب بقى، هل هي ريسبتور بتستجيب للتيشو دامج، ولا ريسبتور بتستجيب للحراره، ولا ريسبتور مش عارف. المهم ان انا هعمل حركه للريسبتور. فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني الريسبتور هيحصل فيها حركه معينه وهتستجيب لحاجه معينه، انا ببص على وظيفتها تستجيب لايه. لكن الهيستولوجيكال انا بشوف تركيبها. طيب لوكاليتي كلاسيفيكيشن، لا ده هنا بقسم الريسبتور بقى على حسب مكانها. ماشي، يبقى هنا قسمتها على حسب تركيبها، قسمتها على حسب وظيفتها، قسمتها على حسب مكانها. تمام، وخدوا بالكم مكانها ده اللي احنا خدناه. ماشي، وبعد كده ادابتيشن كلاسيفيكيشن. يعني ايه ادابتيشن كلاسيفيكيشن؟ يعني هقسمها على حسب قدرتها على التكيف. يعني ايه برضو قدرتها على التكيف؟ يعني مثلا اما يجي لك وجع في اسنانك تقعد طول الليل الوجع مش راضي يروح حتى ما بتاخد مسكن. ليه؟ لان البين ريسبتور سلولي ادابتنج. يعني ايه سلولي ادابتنج؟ يعني ما بيحصلهاش ستيميوليشن، ما بيحصلهاش ادابتيشن بسرعه. وكلمه ادابتيشن معناها ديكريز ان ريسبونس، هناخدها دلوقتي. عكس التاتش، التاتش يا دوب تلبس الجاكيت وبعد كده ما تحسش ان في حاجه على هدومك، صح؟ ليه؟ لان الريسبتور بتاع التاتش رابيدلي ادابتنج، بتتكيف بسرعه. يا دوب حطيت الجاكيت عمل استيميشن للتاتش ريسبتور، حسيت ان انا لبست الجاكيت، وممكن اكون حسيت كمان بلسعه السن لو ساقع شويه او دافي شويه، لكن بعد كده الاقي اختفى تماما احساسي ان انا لابسه. لكن ممكن يستمر الاحساس بتاع ان هو لو سخن شويه او ساقع شويه. ليه؟ لان التمبريتشر يا جماعه مودريتلي ادابتنج. يعني ايه مودريتلي ادابتنج؟ يعني بتتكيف تكيف متوسط. تصور بقى لو الجاكيت اللي حضرتك بتلبسه ده في دبوس، لا كده بقى الكلام هيختلف. انت اول ما تلبس الجاكيت تمام والدبوس يتغرس فيك تمام، هتنسى ان انت لابس الجاكيت لكن مش هتنسى الدبوس اللي مغروس فيك، لان الدبوس بيعمل بين والبين سلولي ادابتنج. تمام، طبعا نبدا بالاسهل فالاسهل فالاصعب. ماشي، هناخد اللوكاليتي لان احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت. احنا قسمنا الريسبتور، لا اما ريسبتور موجوده في السكن، لا اما ريسبتور موجوده في الديب ستراكشر، لا اما ريسبتور موجوده في الفيسرا. امال ايه الكلام اللي انا كاتبه ده؟ لا بص، اكستيرو ريسبتور يعني ريسبتور موجوده في الاوتر سيرفيس، موجوده في الاكسترنال سيرفيس بتاع الجسم، موجوده بره الجسم يعني. تمام، طب ليه ما تقول على الجلد وخلاص وتريحنا وتسهلها كده؟ اقول لك لا، لان انا لسه دلوقتي حالا هوريها لك ان هي نوعين، فلازم اقول لك كده ان هي ريسبتور اكستيرو سيرفيس يعني على الاوتر سيرفيس بتاع الجسم. طيب بروبيوريسبتورز، بروبيوريسبتورز دي اختصار للديب ريسبتورز. الديب ريسبتورز هي البروبيوريسبتورز. امال ايه الكلمه الوحشه دي المعقده دي؟ لا معلش، لان انت بعد كده مش هتقول كلمه ديب ريسبتور خالص، هتفضل تقول بروبيوريسبتورز 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 لحد ما تنسى اسمك وتقول بروبيوريسبتورز. امال بقى فيسرا ريسبتورز، الحمد لله ما اتغيرتش، دي ريسبتور موجوده في الفيسرا، دي موجوده ريسبتور في الاوتر سيرفيس او الاكسترنال سيرفيس بتاع البودي، دي ريسبتورز يعني بالظبط في السكن والسبكوتينس تيشو اكتر حاجه يعني. ودي ريسبتور موجوده في الديب ستراكشر ماسل تندون ليجامنت، ودي ريسبتور موجوده في الفيسر. امال ايه هايبوثالاميك ريسبتورز دي بقى؟ دي بقى الهايبوثالاموس ده يا جماعه اللي انا قلت لكم هو عضو واحد في جسمكم، يعني كل جسمك فيه اتنين، واحد يمين واحد شمال، حتى العضو يعني حاجه زي الليفر مثلا تبص تلاقي رايت لوب وليفت لوب، الا الهايبوثالاموس. هايبوثالاموس وان هايبوثالاموس، وطالما واحد تعرفوا اهميته. تمام، الهايبوثالاموس ده يا جماعه فيه ريسبتورز كتير لحاجات مهمه جدا وخطيره جدا هنعرفها كمان شويه.
خدنا الادابتيشن لوكاليتي. الهيستولوجيكال بقى يا جماعه زي ما اتفقنا، ممكن الريسبتور دي تبقى فري نيرف اندنج، يعني عارفين الافرنت سنسوري هو الافرنت سنسوري ده، بس يفقد، معلش، يفقد النيورولمال تشيز بتاعه ويفقد المالين تشيز بتاعه ويبقى عريان عريان ويروح غارس نفسه في قلب التيشو، وفي الحاله دي هنقول عليه فري نيرف اندنج، ريسبتور فري نيرف اندنج. هل يغرس نفسه في السكين؟ بس لا، يغرس نفسه في السكين، في المصل، يغرس نفسه في الديب. عشان كده الفري نيرف اندنج بلاقيها في كل حته، بلاقيها في السكين وبلاقيها في المصل في الديب، ولاقيها في الفيسرا ولاقيها في كل حته. امال ايه انكابسوليتد نيرف اندنج؟ انكابسوليتد نيرف اندنج يعني الفري نيرف اندنج برضه فقد النيورولمال تشيز بتاعه وفقد المايلين تشيز، بس هنا بقى حطيت عليه حواليه كبسول، حطيت حواليه كبسول، تمام؟ عشان كده سميناها انكابسوليتد نيرف اندنج. ودي ثلاث انواع يا جماعه، حاجه اسمها الهير فوليكل، ودي بصيله الشعر، هنبقى يعني هنا بصيله الشعر هي اللي غطت النيرف، تمام؟ وميزنرز كورباسل هنعرف شكلها دلوقتي، وباسينيان كورباسل. الاسماء طبعا عشان في ناس بتقراها باشينيان، في ناس بتقراها مشنر، ماشي؟ وعلى فكره في ناس بتنطقها في النت مشنر، تمام؟ فمشنر وباشينيان الاثنين بيتنطقوا في النت كده، بس احنا طبعا طول عمرنا بينطقوهم ميزنرز وباسينيان، بالذات باسينيان ما تنفعش باشينيان خالص. يعني ميزنرز ممكن في ناس بتقولها مشنر ماشي، لكن باسينيان ما تنفعش باشينيان دي خالص. امال اكسباندد نيرف اندنج؟ هو برضو النيرف فقد المايلين تشيز والنيورولمال تشيز وبقى عريان، بس غطيناه المره دي باكسباندد بارت. خدوا بالكم كبسول، يعني انا حطيت حواليه زي ما يكون يعني ايه بصله كده، لكن اكسباندد دي لا، حاجه عريضه، تمام؟ حطيت حواليه مثلا ايه كتاب، حاجه عريضه، كتاب، هتشوفوا دلوقتي الاشكال. وده بالنسبه للتقسيمه الهيستولوجيكال. اما بالتقسيمه بقى للفسيولوجيكال، فسيولوجيكال يعني الريسبتور دي بتستجيب للايه؟ لو بتستجيب للبين يبقى اسمها بين ريسبتور، والبين ده لازم يعمل تيشو دامج، تمام؟ لو بتستجيب للحراره يبقى اسمها سيرمو ريسبتور، لو بتستجيب للضوء او الالكتروماجنتي يبقى اسمها فوتو ريسبتور، لو بتستجيب للكيميكال سابستانس يبقى اسمها كيمو ريسبتور. الكيمو ريسبتور نوعين، اكسترنال وانترنال، تمام؟ هنعرف دلوقتي. ميكانو ريسبتور دي بقى ريسبتور بتستجيب للديفورميشن. يعني ايه الديفورميشن؟ يعني تغير شكلها، تعمل لها ستريتش يبقى اسمها ستريتش ريسبتور، تعمل لها تنشن تشد عليها يبقى اسمها تنشن ريسبتور، تلمسها او تزقها يبقى اسمها تاتش اند بريجر ريسبتور. في نوع من الجوينت ريسبتور كده هناخده بعد كده، اوديتي ريسبتور وفيستيبول ريسبتور هناخدهم بعدين، ان هم عباره عن حاجه كده فيها شعر، الشعر ده ما بيتحرك بيحصل لها ستيميوليشن، تمام؟ ودي يا جماعه التقسيمه بتاعت الريسبتور اللي انتوا كنتوا متوقعين ان هي سهله جدا جدا جدا. انا شايف كام بنت دلوقتي بتصرخ وكام ولد ساب الباوربوينت وقام، او ساب الفيديو وقام يتفرج على حاجه تانية، ليه؟ ظنا منه ان انا هشرح كل واحده بالتفصيل الممل. لا، انا مش هشرح كل واحده بالتفصيل الممل، انا في حاجات معينه حاططها لك عشان تبقى عارفها بس، لكن انت بتاخدها بالتفصيل بعد كده. يعني في حاجات هنا يا جماعه زي البين ريسبتور دي محاضره، سيرمو ريسبتور دي محاضره، ميكانو ريسبتور دي محاضره، تمام؟ لكن الحاجات التانيه دي كلها معانا النهارده، خلاص؟ طيب هناخد اول حاجه الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. بصوا بقى على الرسمه كده، ويعني شوفوا هل في اختلاف عن كامل النوع ولا لا. قلنا في حاجه اسمها فري نيرف اندنج، يعني النيرف اهو فقد المايلين تشيز بتاعه وراح مقسم نفسه كده، لقى نفسه عريان راح مقسم نفسه وراح غرس نفسه في الديش، يبقى ده الفري نيرف اندنج. دايما الفري نيرف اندنج ده طالما عريت سلك الكهرباء يبقى هات الكهرباء. عشان كده دايما الفري نيرف اندنج ده يا جماعه سلولي ادابتنج، ده بتاع البين دايما، او ممكن في بعض الاوقات مودريتلي ادابتنج لما يكون بتاع كولد، هنعرف بعد كده، او بتاع التمبتشر الواقعي. طيب اكتر حته موجود فيها بين في السكان، بس هل ده معناه انه مش موجود في الديب ستراكشر او في الفيسترا؟ موجود. عشان كده الفري نيرف اندنج ادي رسمته اهي قدامكم، تمام؟ وادي الكلام اللي عايز سلولي مودريتلي ادابتنج، تفتكروا ان السلك عريان بيوجع جدا وبيكهرب جدا، مور اكستنسيف في السكن، مور اكستنسيف بس موجود في الحته الثانيه برضه. وهو دايما يا جماعه الريسبتور بتاع البين بتاع التمبتشر بالذات الكولد وبتاع الكولد
الثلاثي ده يا جماعه هتحفظوه اكتر من اسمه بين تمريرات شاكور وتاتش، بين تمريرات شاكور وتاتش، بين تمريرات شاكور وتاتش، مش هتحفظوهم لان هما الثلاثه الريسبتور بتاعهم في الانر لينك، هتحفظوهم لان هيقابلكم كتير قوي في حاجات كتير قوي. طيب انكابسوليتد نيرف اندنج، انكابسوليتد اتفقنا ادي نيرف اندنج اهو اتحول وبقى حوالي كبسوله، ده مثال السنين كراس اللي انا سائل عليه، وادي المثال الاخر الميزنا كراسل، السنين كراسل اقرب للبصل تمام، لكن الميزنا كراسل مش عارف بقى انتوا اللي شبهوها تمام. وفي واحد تالت معاهم اسمه الهيف والهيف، ما تنهوش ليه؟ لان انا كنت هجيب لك شعره ولازق فيها نيرف، انت متخيلها اكيد يعني خلاص. طيب الثلاث دول يا جماعه اساس بتوع تاتش الاخر، يعني الاخر الثلاثه دول بتوع تاتش، اللي فوق دي ربنا خلقها كرو تاتش. يعني ايه كرو تاتش؟ يعني تاتش اللي انا مش محتاج السي ان اس فيه، بمعنى ايه؟ يعني انا اديتك تفتح حاطه في ايدك وقلت لك دي هتقول لي دي مفتاح، ده فاين تاتش تمام، ان انت تقدر تعرف الحاجه اللي جوه ايدك من ملمسها. لكن كروت تاتش ان انا جبت لك قطنه وعمال يعني اعمل على ايديك او رجليك او اعمل اي حاجه كده، انت بتقول لي انا حاسس باحساس وخلاص، ده اسمه كروت تاتش تمام. طبعا الهير فوليكل هتبقى موجوده في الهير، في الهير سكن، يعني ما تقوليش ان الهير فوليكل دي هي المسؤوله عن الكروت تاتش في الحتت اللي ما فيهاش شعر، لا لك لازم الحتت اللي فيها شعر ده اسمها هير فوليكل. الميزنرز كورباسلز بقى هي اللي موجوده في النون هير سكن دي فور فاين تاتش. والباسينيان كورباسل بقى يا جماعه موجوده في السبكوتينيوس تيشو، وهنعرف بعد كده ان الباسينيان كورباسل دي كمان موجوده في الديب ستراكشر تمام. طيب اكسباندد نيرف انج بقى، بص النيرف فايبر حصل له ايه، شوف النيرف فايبر حصل له ايه، شوف النيرف فايبر حصل له ايه. عندنا ثلاث حاجات ويا ستار من اساميهم، ميركلز ديسك اسمه وحش قوي بس دي موجوده في الليبس والتيبس اوف فينجر للفاين تاتش، عارف كده اما تحط 10 جنيه في بقك كده وتلمسها وتقول دي 10 جنيه، انا معرفش انت عرفتها ازاي، بس شوف بقى السبيسيفيستي بقى وشوف بقى قمه الحرفنه اللي بتعملها الميركلز ديسك تمام. عشان كده هي سلولي ادابتنج، يعني ايه سلولي ادابتنج؟ عكس الانكابسوليت، الانكابسوليت رابيدلي ادابتنج يعني بتتكيف بسرعه، فممكن احط الحاجه في ايدي وانساها تمام، ومعرفش احدد شكلها بسرعه، لكن دي لا دي اقدر احدد شكلها كويس جدا لان هي سلولي ادابتنج براحتي بقى تمام. الرافيني بقى دي، الرافيني اندنج دي بتاعت الفاين تاتش برضو، بس البريجر والبوزيشن كمان ابقى عارف مكاني راسي فين ورجلي فين والكلام ده. في الكروزس اند بالب برضو موجوده فين، في التيبس اوف ذا فينجر، هناخدها برضو قدام في المنهج بتاعنا كده. يبقى احنا خدنا الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن، خدوا بالكم الرسمه اللي فوق دي انا قطعت حته من الجلد عشان اوريهم لكم كلهم اهم، مين ممتاز يقول لي مين دي، ومين ممتاز مين يقول لي مين دي، طبعا كله هيقول لي دي الباسينيان كورباسل ممتازين، هي اللي شبه الايه الطماطماية. طيب ودي ممتازين الميزنرز، طب ودي ممتاز يا اللي بتقول فري نيرف اندنج ممتاز، طب ودي ودي دي ايه ودي ايه، دي الميركلز ديسك هي اللي بتبقى شكل، شوف اكسباندد عامله ازاي، لكن دي بقى الرافيني، الرافيني اللي بتبقى اكسباندد في شكل ايه حاجات كتير، هو طبعا مصغرها قوي هنا فانت لو بصيت على الاحراف بتاعتها هتلاقي اكسباندد تمام. ويبقى كده خلصنا الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن ما فيهوش كلام كتير. الفسيولوجيكال كلاسيفيكيشن طالما فسيولوجي يبقى لازم نقرفكم معروف تمام، ففسيولوجيكال كلاسيفيكيشن هو اللي فيه الكلام الكتير. طب احنا علينا الكلام ده كله، بس كل الكلام ده كله هيتعاد ما تقلقش، كل ده هيتعاد لان التاتش ريسبتور هتاخدها لما تيجي تدرس التاتش مثلا، الفيستيبولار ريسبتور هتاخدها لما تيجي تدرس البالانس، البريجر ريسبتور والاسترتش هتدرس كل ده تمام. المهم احنا اتفقنا في السيولوجيكال كلاسيفيكيشن يبقى انا هقسم الريسبتور على حسب الوظيفه، هل هي بتستجيب للميكانيكال او على حسب الوظيفه او على حسب الاستيمولس اللي بتريسبوند ليه، يعني هي بتستجيب للاستيمولس بيعمل ميكانيكال ديفورميتي بيغير شكلها يبقى اسمها ميكانيكال ريسبتور، بتستجيب للريسبتور كيميكال يبقى اسمها كيمو ريسبتور الاستيمولس، اسف بتستجيب للاستيمولس حراره سواء كولد او هيت اسمها ثيرمو ريسبتور،
تستجيب للستيمولس بيعمل بين دامج او تيشو دامج، يبقى بين ريسبتور. تستجيب للستيمولس الكترومغنيتيك باسمها فوتو ريسبتور. تمام، تعالوا ناخد اللي تحت الحلوين دول. كيمو ريسبتور، من اسمها كيمو ريسبتور يعني ريسبتور هتستجيب لريسبتور للستيمولس كيميكال. ماشي، قد يكون الاستيمولس الكيميكال ده جاي من الاكسترنال، زي ما اجي اكل حاجه او اشم حاجه، فبنقول عليها اكسترنال كيمو ريسبتور. ايه الاكزامبل بتاع الاكسترنال كيمو ريسبتور؟ تيست اند سميل ريسبتور. او قد يكون الكيميكال ده حاجه ماشيه في الدم زي الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون. فاكرين حاجه اسمها سنترال كيمو ريسبتور في ريسبيريشن؟ لا مش فاكرين، طب احسن. طيب الجلوكو ريسبتور، الريسبتور بتاع الجلوكوز موجوده في الهايبوثالامس، والاوزمو ريسبتور موجوده في الهايبوثالامس، كل دي حاجات انترنال جوه في جسمك. لكن التيست موجوده في التيست بود في لسانك، والاسمين موجوده في مناخيرك اكسترنال. يبقى الكيمو ريسبتور عندنا نوعين. يبقى الفسيولوجيكال كلاسيفيكيشن، تقسيم الريسبتور على حسب الاستيمولس اللي بيعملها ستيميوليشن. لو الاستيمولس ده كيميكال هيبقى اسمها كيمو ريسبتور. ايه انواع الكيمو ريسبتور؟ اكسترنال وانترنال. طب لو الاستيمولس ده يا جماعه حاجه بتعمل هيت او كولد، يبقى اسمها ثيرمو ريسبتور، هيت او كولد. طب لو الاستيمولس ده يا جماعه بيعمل اني فورم اوف انجري، اني فورم اوف دامج، يعني هو اي فورم اوف انجري بيعمل دامج. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو ثيرمال، ميه سخنه بس ميه سخنه مولعه. خد بالك، لو حطيت ميه سخنه بس الثيرمو ريسبتور اللي تشتغل. طب لو حطيت ميه سخنه مولعه حرقت لك الجلد، يشتغل البين ريسبتور. طيب لو انا حطيت لك كيميكال ماده كيما حطيت لك ميه نار في بقك، تيست ريسبتور اللي تشتغل ولا البين؟ البين. ليه؟ لان التيشوز حصل لها دامج. تمام، لكن لو الاستيمولس ده كيمو ريسبتور مثلا، مديك حاجه سكر، مديك ملح، مش عارف ايه، مش هيعمل دامج للتيشو. تمام. طيب الفوتو ريسبتور بقى، دي ريسبتور مش موجوده غير في عينيك، الرودز والكونز بتاع العين، ودي بتستجيب للالكترو ماجنتيك ويف، بتستجيب لللايت، مش هتلاقيها في حته تانية. خلاص الكلام الكتير يا جماعه على الميكانو ريسبتور، لان الميكانو ريسبتور دي يعني انا هتستجيب لحاجه بتعمل ميكانيكال ديفورميتي، يعني ميكانيكال ستيمولس. الميكانيكال ستيمولس ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل يا دوب يلمس الريسبتور، يلمسها بس، فنقول عليها تاتش ريسبتور. او يعمل لها ستريتش فنسميها بارو ريسبتور. بارو ريسبتور دي نوع من انواع الاستريتش ريسبتور. بس البارو ريسبتور دي، ايوه انا سامع واحد ممتاز بيقول سمعتها في الارتيريا بلاد بريشر، ممتاز. ايوه خدتها في الارتيريا بلاد بريشر اللي كانت بتعمل ريجوليشن اوف ارتيريا بلاد بريشر، كانت موجوده فين؟ ممتاز، في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. تمام، كان لما الضغط بيعلى بيحصل لها ستريتش. ليه؟ الاورتيك ارش الضغط عالي، صار له ستريتش فيحصل لها ستيميوليشن فتوطي الضغط. تمام، فالتاتش ريسبتور دي يا جماعه موجوده في السكين والسبكوتينيوس تيشو، وظيفتها تتكت تاتش بريجر اوف ذا سكين، هو ده الاستيمولس بتاعها. طيب البارو ريسبتور موجوده في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، وهي عباره عن ستريتش ريسبتور بتديتكت التشنجز في الارتيريا بلاد بريشر. بروبيو ريسبتورز، بروبيو ريسبتورز دي يا جماعه بقى انواع كتير جدا جدا، اللي هم البريجر والتنشن والفايبريشن والسنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت، موجودين في المصل والتندون والليجامنت عشان تعرف الموفمنت اللي بتحصل في الجوينت وتحصل وتعرف البوزيشن. اوديتوري ريسبتور موجوده في الانر اير، والفيستيبولار ريسبتور موجوده في الانر اير، دي حاجه اسمها كوكلي وحاجه اسمها ماكيولا، الحاجات دي كلها هناخدها تاني. ماشي، دي بتديتكت ساوند ودي ديتكت الايكوليبريم. عشان كده يقول لك الاذن مش مسؤول عن السمع بس، ده مسؤول عن الاتزان كمان. ممتاز. البريجر ريسبتور بقى هي بنت عم التاتش ريسبتور. هو ايه الفرق بين التاتش والبريجر؟ هو بيبقى في الاول تاتش، ولو ضغطت جامد يبقى بريجر. عشان كده هتلاقي هنا سكينو سبكوتينيوس، سكينو سبكوتينيوس، بس البريجر بيبقى موجود في الديب ستراكشر، لان البريجر نوعين. الفانكشن ديتكت تاتش بريجر، ديتكت بريجر تشينجز ان ذا سكين. ستريتش ريسبتور برده موجوده في الالفيولاي واليورينر بلادر والرايت اتريوم، وكل ده بتبقى بتديتكت الدكري اوف ستريتش بتاع الاستراكشر دي. تمام، وادي الفسيولوجيكال كلاسيفيكيشن يا جماعه، ما فيهاش اي مشاكل. لوكاليتي كلاسيفيكيشن على حسب مكانها. طيب ما احنا قلنا اكستيريور ريسبتور يعني ريسبتور موجوده في الاوتر سيرفيس بتاع الجسم، بروبيو ريسبتور موجوده في الديب ستراكشر، فيسرا ريسبتور موجوده في الفيسرا، هايبوثالاميك ريسبتور موجوده في الهايبوثالاموس. انت كنت قلت لنا الاكستيريور ريسبتور دي مش هنقول عليها سوبرفيشال ريسبتور او كوتينيوس ريسبتور لسبب، قول لنا ليه؟ هقول لك ليه، لان هي بتتقسم لاثنين، بتتقسم لكوتينيوس ريسبتور
وريسبتورز اوف سبيشال سينس. يعني ايه ريسبتور اوف سبيشال سينس؟ يعني الريسبتور بتاع الفيجن فين؟ ممتاز. الاي. الريسبتور بتاع الهيرنج فين؟ الاير. الريسبتور بتاع السميل فين؟ النوز. الريسبتور بتاع التست فين؟ التانج. واللبس ايه ده؟ ما الحاجات دي كلها اكسترنال. هي الحاجات دي كلها انترنال اكسترنال، بس في السكن لا. عشان كده ما بنقولش بقى عليهم سوبرفيشال ريسبتور او كوتينيوس ريسبتور، بنقول عليهم انتيرو ريسبتورز. انتيرو ريسبتورز. يبقى الانتيرو ريسبتورز يا جماعه موجوده او انواعها كوتينيوس ريسبتور زي اللي موجوده في السكن والساب كوتينيوس تيشو. واديني امثله كتير بقى. فري نيرف اندنج بتاع البين تاتش كروت، بين تمبريتشر كروت تاتش، فاكرين الثلاثي ده بتاع الفري نيرف اندنج. الهير فوليكل برده كانت موجوده في السكن. الميزنرز كورباسل والباسينيا والميركلز كل ده كان في السكن، تمام. لسه قايلين ان هم بتوع التاتش. والريسبتور اوف سبيشال سينس طبعا هتتشرح لوحدها في الموديول ده باذن الله. طيب بروبيو ريسبتور معناها ايه؟ معناها ان الريسبتور الموجوده في الاستراكشر ديب تو ذا سكن. يعني ايه الاستراكشر ديب تو ذا سكن؟ يعني مثلا موجوده في المصل، في حته اسمها مصل سبندل، ما هو المصل ده ديب تو ذا سكن. موجوده في التندون بتاع المصل زي حاجه اسمها جولجي تندون. ما هو في فري نيرف اندنج بتبقى موجوده في المصل برضه. النون اوديتوري لابرنس بتاع الاكوليبريم دي بقى حاجه موجوده. عشان في ناس تقول احنا نسالين الهيرنج اهو، الهيرنج اه الودن بره، لكن النون اوديتوري شو بيقول لك؟ نون اوديتوري لابرنس، اللابرنس بتاع الاكوليبريم دي يا جماعه بتاع الاتزان دي جوه، ماشي. عشان كده انا قلت هنا هيرنج ما قلتش اكوليبريم، ماشي. الفيسرال ريسبتور ما فيش اسهل منها، موجوده في الانترنال فيسرا. متوقع ايه اللي يبقى في الانترنال فيسرا؟ اكيد حاجه ستريتش، لان اليونال بلادر بيحصل لها ستريتش، برونكاي بيحصل لها ستريتش، الهارت بيحصل له ستريتش، الكلام ده كله. متوقع يكون عندي فري نيرف اندنج، لان فري نيرف اندنج مش سايبه حته مش موجوده فيها. ثلاث اماكن اهم، فري نيرف اندنج اكستيريور ريسبتور، فري نيرف اندنج بروبيو ريسبتور، في نيرف اندنج انترنال فيسرا. كان ناقص تبقى في الهايبوثالاموس، بس الحمد لله مش في الهايبوثالاموس. بس في بقى في الفيسرا ريسبتور الكيمو ريسبتورز. هتقول لي ايه بقى الكيمو ريسبتورز اللي عماله تقرفنا دي؟ انا لسه قايل لكم في حاجه اسمها كيمو ريسبتور اللي بتستجيب للاكسجين والسي او 2. دي يا جماعه موجوده، كيمو ريسبتور موجوده جنب البارو ريسبتور. البارو ريسبتور اللي هي كانت بتتكت الارتيريا بلاد بريشر، الكيمو ريسبتور دي موجوده جنبها على طول، عباره عن كور كده. الناس اللي فاكره الارتيريا بلاد بريشر من زمان، محدش فاكر الحمد لله. فالكيمو ريسبتور دي خليكوا تبقوا عارفين ان هي موجوده في الكاروتيد والاورتيك بوديز، وبتستجيب للتشنجز في الاكسجين والسي او 2. امال الهايبوثالاموس بقى اللي ما كانش في الحسبان ده وجالنا مره واحده، الهايبوثالاموس فيه جلوكو ريسبتور وفي الاوزمو ريسبتور وفي السيرمو ريسبتور. اخطر ثلاث حاجات وهناخدهم طبعا في الفانكشن بتاع الهايبوثالاموس. طيب دي لوكاليتي كلاسيفيكيشن. فاضل الادابتيشن كلاسيفيكيشن. اتفقنا ان انا عندي رابيدلي ادابتنج ريسبتور، سلولي ادابتنج ريسبتور، مودريتلي ادابتنج ريسبتور. رابيدلي ادابتنج يعني بتتكيف بسرعه، اعمل لها ستيميوليشن تبدا تدي كهرباء تدي كهرباء تدي كهرباء وبعد كده تروح واقفه خلاص، يحصل لها ادابتيشن بسرعه. طيب طب هي بتدي كهرباء امتى؟ بتدي كهرباء ات ذا اونست اوف ستيمولس، اول ما احط الاستيمولس، تمام؟ بعد كده تبطل، وتدي كهرباء وانا بشيل الاستيمولس، وتدي كهرباء لو غيرت الفيلوسيتي اوف ستيمولس. يعني لو فضلت اشيله واحطه بريت معين ما يحصلهاش ستيميوليشن، لكن لو سرعت او بطأت يحصل لها ستيميوليشن. طب بما ان هي بتستجيب دايما في الحركه اهي، ات ذا اونست ترمينيشن تشينجنج، عشان كده بيسموها فيزيك ريسبتور. ايه اشهر ريسبتور رابيدلي ادابتنج؟ التاتش. التاتش هديك مثال، وانت بتلبس الجاكيت بتحس بيه، وانت بتقلع الجاكيت بتحس بيه، لو انت ضيقت الجاكيت عليك تحس بيه، ولو انت وسعت قوي تحس بيه، تمام؟ او لو انت يعني عشان موضوع تشينج فيلوسيتي اوف ستيمولس دي، لو انت لبسته بسرعه تحس بيه او قلعته ببطء تحس بيه. طيب السلولي ادابتنج، خدوا بالكم، رابيدلي ادابتنج تاتش، سلولي ادابتنج مين؟ ها مين اللي هيقول لي بسرعه؟ ايوه البين ريسبتور. البين ريسبتور دي بقى كونتينيو دوت تشارج امبلس از الونج از ستيمولس از ابلايد. طول ما الاستيمولس موجود هي شغاله الحمد لله. عشان كده بيسموها تونيك او ستاتيك ريسبتور، تونيك او ستاتيك ريسبتور، شغاله ما بتوقفش الامبلس خالص. طول ما الترس السوسه شغاله الالام شغال، تمام؟ عكس الريسبتور بتاعت عكس الريسبتورز بتاعت التاتش، تمام؟ فالبين ريسبتور بيقولوا عليها التونيك او ستاتيك ريسبتور، لان هي
بتفضل تدي في الامبلس طول ما الاستيمولس موجود، تمام. لكن التاتش ريسبتور لا، التاتش ريسبتور حط الاستيمولس ده استيميوليشن، الاستيمولس موجود زي ما هو، هي خلاص ادابتت، تيجي تشيل الاستيمولس يروح حصل لها استيميوليشن، تمام. لكن طول ما الاستيمولس كان موجود في النص بين الاونست وبين الترمينيشن ما كانتش شغاله، كانت ادابتت، تمام. بينما بقى المودريتلي ادابتنج ريسبتور دي حاجه بين الاثنين، يعني وسط بين دي وبين دي، تمام. دي بقى زي مين؟ زي التمبريتشر والبريشر والتيست اند سميل ريسبتور. ويبقى كده احنا خدنا الادابتيشن كلاسيفيكيشن، ومن قبليها خدنا الفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن واللوكاليتي كلاسيفيكيشن والهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن، ويبقى خلصنا جزء كبير جدا من الريسبتور. فاضل الجزء التاني اللي هو النص ساعة التاني، اللي هو البروبرتيز اوف ريسبتور. يعني ايه البروبرتيز اوف ريسبتور؟ يعني هي الريسبتور هي كمان ليها بروبرتيز؟ اه ليها بروبرتيز، ولازم تفهموا البروبرتيز دي كويس جدا 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 جدا. منهم بروبرتي الحمد لله مشروحة فوق اهي، اسمها الادابتيشن. هنقول شوية كلام بس زيادة كده، لكن الادابتيشن اهي مشروحة قدامكم اهي، ان الريسبتور ليها خاصية الادابتيشن، تقدر تتكيف، لا اما تتكيف بسرعة زي التاتش، لا اما تتكيف ببطء زي البين، لا اما تتكيف بالتوسط زي التمبريتشر والبريشر والتيست والاسمال. امال يعني ايه سبيسيفيستي ويعني ايه اكسيتابيليتي؟ طيب اكسيتابيليتي معناها ان الريسبتور ليها قدرة على الاستثارة، ليها قدرة ان هي تولد اكشن بوتنشال. احنا عارفين كلمة اكسيتابيليتي ability to respond to a stimulus، خدناها 20,000,000,000 مرة قبل كده. اكسيتابل تيشو، مين الاكسيتابل تيشو اللي في الجسم؟ ايوه انا سامع واحد بيقول لي النيرف والمصل، زود معاهم بقى يا حلو النهارده الريسبتورز. الريسبتورز، الريسبتورز احنا طبعا بنعتبرها جزء من النيرف، بس هي وان اوف ذا اكسيتابل تيشوز ان ذا بودي، تمام. واكسيتابيلي طبعا هناخدها دلوقتي، ونعرف ان الريسبتور ليها لوحدها ريسبتور بوتنشال. يعني ايه ريسبتور بوتنشال؟ مش فاكرين حاجه اسمها اكشن بوتنشال وريستنج ممبرين بوتنشال والكلام ده؟ اه فاكرين، فاكرين ان الريستنج ممبرين بوتنشال ده كان حاجه في الريست، واما بيبدا الاستيمولس يشتغل يديني اكشن بوتنشال. ايوه هو ده الصح. الاكسيتابيلتي بقى الريسبتور ليها ريسبتور بوتنشال، اللي هو ما بيوصل للفايرنج ليفل بيديني اكشن بوتنشال في الافرنت، تمام. هنعرفه دلوقتي. امال يعني ايه سبيسيفيستي؟ سبيسيفيستي لازم يبقى فيه سبيسيفيستي، لازم يبقى فيه سبيسيفيك ستيمولس لكل ريسبتور. انا قلت لك يجي 20,000 نوع ريسبتور لحد دلوقتي، هل ينفع يجي مثلا شويه ميه سخنه احطهم على الجلد كل ريسبتور تستجيب؟ بين وتاتش وتمبريتشر وبريشر، ما ينفعش. لازم اللي هي مسؤوله عن التمبريتشر هي اللي تستجيب، وهي دي معناها سبيسيفيستي. خلاص تعالوا ناخد كل بروبرتي لوحدها كده وكلمتين عنها. اول كلمه او اول بروبرتي سبيسيفيستي. سبيسيفيستي دي شرحها او اللي قال لنا عليها يعني عالم كبير اسمه مولر، وخد فيها جائزه نوبل في الكلام اللي هو هيقوله ده. انا هقول لكم الكلام، ولو يستحق جائزه نوبل يا ريت يعني ايه ما تحسدوهوش، ما يستحقش جائزه نوبل يا ريت تعملوا زيه عشان تكسبوا جائزه نوبل، تمام. قال ايه بقى مولر ده؟ انا مش عاوزك تبص على الكلام اللي فوق، بص على المثال اللي انا مديه تحت. المثال اللي مديه تحت ايه؟ جايب لك بين ستيمولس. البين ستيمولس ده لا اما نورمال لا اما فيري سترونج. ليه؟ هنشوف دلوقتي. جايب لك بين ستيمولس كده واقف من بعيد، وجايب لك على السكين بين ريسبتور موجوده وتاتش ريسبتور موجوده وسيرمال ريسبتور موجوده وفوتو ريسبتور موجوده. والبين ريسبتور اما بيحصل لها ستيميوليشن طبعا هتدي بين، امال هتدي ايه؟ التاتش ريسبتور اما يحصل لها ستيميوليشن هتدي تاتش، السيرمال ريسبتور اما يحصل لها ستيميوليشن هتدي تمبريتشر سواء هيت او كولد، الفوتو ريسبتور اما يحصل لها ستيميوليشن هتدي لايت، تمام. ايه بقى الـ 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 الكلام الموجود ده؟ بيقول لك ان كل ريسبتور من دي سبيسيفيك لستيمولس واحد معين مفيش غيره، بس لازم الاستيمولس ده يا جماعه يبقى في نورمال سترينث. يعني ايه لازم؟ او اديكويت سترينث، ما يبقاش فيري سترونج، لازم يبقى نورمال سترينث ما يبقاش فيري سترونج. يعني لو جالي بين ستيمولس نورمال، نورمال يعمل استيميشن للبين ولا التاتش ولا السيرم ولا الفوتو؟ للبين، تمام، لانه نورمال. طب لو جالي تاتش ستيمولس، لو جالي تاتش ستيمولس نورمال يعمل استيميشن لمين؟ للتاتش،
لكن هيروح للبين؟ لا. السيرمال لا. طب لو جالي استيمولي، لو جالي هيت ستيمولس نورمال يعمل استيميشن للسيرمال، لو جالي لايت ستيمولس نورمال يعمل استيميشن للفوتو ريسبتور. امال بقى لو جالي بين ستيمولس فيري سترونج، لا ده فيري سترونج ده بقى يا جماعه هيعمل لهم استيميوليشن كلهم كلهم. ليه؟ لان احنا شرطنا ان كل ريسبتور موست سنسيتيف لسبيسيفيك ستيمولس بس يكون في نورمال فورم او اديكوت سترينث، ما يكونش فيري سترونج. تمام؟ فكده البين ريسبتور دي بتستجيب للبين ستيمولس النورمال وبتستجيب لاي ستيمولس تاني سترونج، يعني لو تاتش سترونج يعمل لها ستيميوليشن، لو سيرمال سترونج يعمل لها ستيميوليشن، لو لايت سترونج يعمل لها ستيميوليشن. طيب التاتش ريسبتور، ها طبقوا معايا نفس الكلام، التاتش ريسبتور تستجيب لانهي ستيمولس؟ ايوه تستجيب لتاتش ستيمولس نورمال او اي ستيمولس التاني فيري سترونج. طيب السيرمال ريسبتور، ها السيرمال ريسبتور تستجيب لايه؟ تستجيب لهيت ستيمولس نورمال او اي او اي ستيمولس تاني فيري سترونج. طب الفوتو ريسبتور تستجيب لايه؟ تستجيب للايت ستيمولس نورمال او اي ستيمولس تاني فيري سترونج. بس ناخد بالنا ما قبل الحته دي، فلنفرض يا جماعه ان انا اديت فيري سترونج بين ستيمولس، قلنا هيعمل لنا استيميوليشن لدي ودي ودي ودي. اما يعمل استيميوليشن لدي هيديني بين. طب اما يعمل استيميوليشن للتاتش هل هيديني بين برضو؟ ما هو فيري سترونج بين ستيمولس، لا هيديني تاتش. طيب اما يبقى فيري سترونج بين ويعمل استيميوليشن للسيرمال هل هيديني بين؟ لا هيديني تمبريتشر. طيب هل لما يبقى فيري سترونج بين ستيمولس ويعمل استيميوليشن للفوتو ريسبتور هل هيديني لايت؟ هل هيديني بين؟ لا هيديني لايت. طب اديني مثال على كده واكد لي الموضوع ده. هقول لك خد مثال الفوتو ريسبتور الاخيره دي. الفوتو ريسبتور دي بتستجيب لايه يا جماعه؟ تستجيب لللايت، يعني ايد النور اشوف بس. طيب غمض عينيك كده دلوقتي حالا وادعك في عينيك جامد قوي بصوابعك. يلا هعملها كده. ها شايف ايه؟ ايوه شايف فلاشز اوف لايت، في حاجات بتيجي وتطفي في عينيك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت عملت سيفير ميكانيكال ستيمولس، فيري سترونج ميكانيكال ستيمولس، بتدعك بعينيك بايديك ميكانيكال جامد جدا. الميكانيكال ده فيري سترونج فعمل لها ستيميوليشن، لكن هي ادت ايه؟ هل ادت ميكانيكال؟ لا ادت لايت برضه، ما عملت لك فلاشز اوف لايت. تاني تاني اعمل الحركه دي معايا، الحركه دي معايا. ها هعمل استيميشن للفوتو ريسبتور ازاي؟ هغمض عينيا وادعك بصباعي جامد قوي في عينيا، دعكت. ها حسيت بايه؟ ايوه في حاجات بتقيد وتطفي في عينيك اهي. ايه اللي حصل بقى يا شاطر؟ انا اديت فيري سترونج ميكانيكال ستيمولس. طب ميكانيكال ده المفروض يروح يشتغل على التاتش او هيشتغل على حاجه تانية؟ لا ده فيري سترونج يشتغل عليهم اي حاجه، يشتغل على اي حاجه. طب انا عندي هنا في ايه في عينيا؟ عندي فوتو ريسبتور اشتغل عليها، بس الفوتو ريسبتور دي ما بتشتغل، ما بتديش ميكانيكال، مش هتدي بقى نوع ستيمولس شبه نوع سنسيشن شبه الستيمولس، لا ده هتدي السنسيشن اللي هي متعوده عليه. عشان كده الراجل مولر ده، تعال اقرا معايا بقى كده، each type of receptor is most sensitive، ما قالش only، قال most. حكت عليهم في مره وجبتها only في الام سي كيو. each type of receptor اهو مثلا دي is most sensitive، most sensitive، most مش only. ليه؟ لان البير ريسبتور ممكن تستجيب لي فيري سترونج سيرمال، فيري سترونج تاتش، فيري سترونج بريشر، فيري سترونج ميكانيكال، فيري سترونج فيوتو ريسبتور، اي حاجه. طيب each receptor is most sensitive to a specific stimulus called the adequate stimulus. يبقى الاستيمولس اللي هو جاي في النورمال ده اسمه adequate stimulus. طب مش معنى يا جماعه هي بتستجيب ليه؟ لان عندها ماتش لوور ثريشولد، هي الثريشولد بتاعها ليه قليل، لكن عندها فيري هاي ثريشولد للباقيين، عشان كده الباقيين ما يعملوهاش ستيميوليشن الا لما يبقوا فيري 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 سترونج. يعني مثلا البين ريسبتور دي جواها حاجتين، جواها لو فيري لوور ثريشولد للبين ده اهو،
وفيري فيري فيري هاي ثري شولد للتقيين. اديك مثال، اديني مثال. يعني البيريسبتور دي يا جماعه بيحصل لها ستيميليشن عند ماينس 10 لو جالها بين، ويحصل لها ستيميليشن عند ماينس 1000 لو جالها اي حاجه تانية غير البين. يعني عشان يحصل لها ستيميليشن، لا اما يجيلها بين ستيمولس بقوه 10، لا اما يجيلها اي ستيمولس اخر بقوه 1000. لان هي بتستجيب للبين ستيمولس العشرة، لكن ما تستجيبش لاي ستيمولس تاني الا لو كان 1000. عشان كده هو ده السبب ان ليه البين ريسبتور ما تستجيبش غير على البين. ليه التاتش ريسبتور ما تستجيبش، مش ما تستجيبش اونلي، لا موستري. ليه السيرما ريسبتور ما تستجيبش غير على الهيت؟ تمام. طيب طبعا مال الريسبونس اوف ذا ريسبتور تو نون سبيسيفيك ستيمولاي كان اوكي. اهو الريسبونس بتاع ريسبتور نون سبيسيفيك ستيمولاي ممكن يحصل، بس لازم يبقى فيري هاي انتنسيتي، لازم يبقى ايه فيري هاي انتنسيتي، لازم يبقى قوي جدا. والريسبتور في الحاله دي جيف اتس سبيسيفيك تايب اوف سنسيشن، مالهاش دعوه هي بتاع التاتش. انت اديتها فيري سترونج بين، مش تديك بين، هتديك تاتش برضو. عفوا، هي بتاعت هيت وكولد، واديتها بين مش هتديك بين، هتديك هيت او كولد. خلاص. اذا السنسيشن البريسيفد از ا ريزلت اوف ستيميليشن اوف ذا ريسبتور، ده وده وده وده، اسمه موداليتي اوف سنسيشن. موداليتي اوف سنسيشن، موداليتي اوف سنسيشن. خلاص. يعني ايه موداليتي اوف سنسيشن؟ يعني الريسبتور يحصل لها ستيميليشن بتدي اونلي وان تايب اوف سنسيشن. ما ينفعش البين ريسبتور تدي بين وتاتش، هي بين. يبقى ما اقول لك ايه هو الموداليتي سنسيشن بتاع البين ريسبتور تقول لي بين، اوعى تقول لي تاتش. اقول لك ايه هو الموداليتي سنسيشن بتاع التاتش ريسبتور تقول لي تاتش. خلاص. الراجل ده يستاهل جائزة نوبل فعلا. راجل بيفكر جدا، والموضوع يعني في ناس فهمته، بس انا الخصه بسرعه. ان انا الريسبتور دي يا جماعه موست سنسيتيف لي ستيمولس اسمه الاديكوت ستيمولس. الاستيمولس ده بيبقى جاي في لو انتنسيتي، وهي ليها لو ثريشولد ليه، عشان كده بتستجيب ليه بسرعه. الريسبتور دي يا جماعه ممكن تستجيب لاي ستيمولس اخر، بس بشرط يبقى فيري سترونج. الريسبتور دي يا جماعه سواء استجابت للنورمال ستيمولس بتاعها او للفيري سترونج ستيمولس اخر، مش هتديك غير سنسيشن واحد. هي دي خاصيه السبيسيفيستي. حلوه ولا وحشه؟ حلوه. خاصية الاكسايتابيليتي او الاكسايتابيليتي اللي بنقول عليها الجنريتور او الريسبتور بوتنشيال. جنريتور او الريسبتور بوتنشيال، جنريتور او الريسبتور بوتنشيال. عشان نفهم يا جماعة الريسبتور او الجنريتور بوتنشيال، لازم نعرف حاجة معينة جدا. هو انت ما بتيجي تقفل صفحة على النت، تدوس على الزرار الاحمر اللي فوق، بيتروح الصفحة مقفولة على طول. ماشي. لو صفحة انترنت او صفحة وورد او صفحة كده، ولا بيبعت لك يقول لك هتقفل يس ولا مش هتقفل نو. بيبعت يقول لك انا محتاج تأكيد، صح؟ هكذا الريسبتور يا جماعة، ربنا مخليها مش اي استيمولس يجي تروح بعت على طول كهربا للسي ان اس كده. اي تغير طفيف في الاستيمولس، يعني تصوروا كده لو انا قاعد في قلب الهواء، تمام، الهواء بيتغير كل شويه كده، هو بيتقاس بال، يعني مش عارف بصراحه سرعه الريح بتتقاس بايه، مش مركز دلوقتي، بس الفكره ان انا دلوقتي قاعد، تمام، الهواء عمال يتغير حواليا بدرجات قليله جدا. تصوروا بقى لو الريسبتورز بتستجيب للدرجات دي، كان زمان السي ان اس ما عرفش يلاقيها منين ولا منين، من درجات الهواء اللي عماله تتغير، ولا درجات الصوت اللي عماله تتغير. سيبكم من الاصوات، الاصوات كنتو، لا، اصوات الكون نفسها. عشان كده الريسبتور يا جماعه بتعمل حاجه اسمها ريسبتور بوتنشال. ايه الريسبتور بوتنشال ده؟ ان الاستيمولس اول ما يجي ويعمل لها ستيميوليشن، ما تروحش عامله ديبولاريزيشن على طول، لا، تعمل بارشيال ديبولاريزيشن. يعني ايه بارشيال ديبولاريزيشن؟ يعني زي بالظبط صفحه الانترنت اللي انت قفلتها، تبعت لك رساله يس ولا نو. لو عاوز تكمل وتعمل اكشن بوتنشال في النيرف ونحس، كمل، دوس على يس. مش عاوز تكمل وخلاص انت ستيمولس ضعيف اساسا وهتمشي،
هو يبقى انت دوست على نو ويبقى الديبولاريزيشن ده يروح. اذا البارشال ديبولاريزيشن ده ما بحسش بيه خالص 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 خالص، تمام. يبقى تاني الريسبتور فيها خاصيه اما يمسك فيها الاستيمولس كل اللي بيحصل يا جماعه ان بيزيد شويه برميابيليتي للصوديوم، فيبدا الاكسايتابيليتي تعلى سنه في سنه في سنه في سنه. لكن انا عارف ان انا عشان اوصل للاكشن بوتنشال، انتوا فاكرين بقى موضوع الاكشن بوتنشال ده، ان انا عشان اوصل للاكشن بوتنشال لازم يبقى مثلا عندي في 10 او 20 ملي فولت تشينج. البارشال ديبولاريزيشن ده قبل ال 10، 5 6 7 8، لكن ما وصلش لل 10، تمام. طب ايه اللي يوصله لل 10 يا شباب او يا بنات؟ اللي يوصله لل 10 ان الاستيمولس يفضل مصر، يفضل واقف على ريسبتور ومصر، فيبدا يعلى 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 لحد ما يوصل للفايرنج ليفل، ووصل للفايرنج ليفل يبقى ترو اكشن بوتنشال. خلاص، عشان كده بص هنا معايا في البروبرتيز بتاع الجنريتور بوتنشال. اول حاجه بيقول لك ات دازنت اوبي اول اور نان لو. ايوه طبعا، اوبي اول اور نان لو بيقول لك ايه، لا تعمل الحاجه لما تعملهاش، لكن هو ايه واقف متردد يس ولا نو. لا اما يكمل الاستيمولس يقول له كمل ويكمل، لا اما يقول له نو او ما يقولوش حاجه خالص وهو من نفسه يقول له نو، فهو متردد، تمام. عشان كده هو اوبي اور نان لو دازنت اوبي اور نان لو، تمام. الاكشن بوتنشال هو اللي اوبي اور نان لو. ات از ا جريدد ريسبونس. يعني ايه جريدد ريسبونس؟ يعني بيزيد بالتدريج. الاستيمولس اول ما اتحط على الريسبتور عمل زود الاكسايتابيلتي واحد، بعد كده شويه بقوا اتنين، شويه بقوا ثلاثه، شويه بقوا اربعه. مين اللي عمال يزيد؟ ده الريسبتور بوتنشال لحد ما يوصل للعشره. اول ما يوصل للعشره ويوصل للفايننج ليفل ما بقاش اسمه ريسبتور بوتنشال، بقى اسمه نيرف اكشن بوتنشال، تمام. ات كان بي سميتد. يعني ايه بقى كان بي سميتد؟ ما انا قلت لكم عشان اوصل للاكشن بوتنشال لازم اوصل ل 10. طب انا الريسبتور الاستيمولس اللي على الريسبتور عمل لي 2، طب هجيب الثمانيه التانيين منين؟ اعمل سميشن. سميشن ده يا جماعه يا اما بيبقى تمبورال يا اما بيبقى سبيشال، وهناخدهم بعدين. تمبورال يعني ايه؟ يعني الاستيمولس يفضل يزق زي بالظبط عربية عطلانة في الطريق ماشي، والراجل عاوز يحركها. لو الراجل لوحده هيفضل يعمل ايه؟ يرجع لورا ويزق، يرجع لورا ويزق، يرجع لورا ويزق لحد ما يحركها. دي اسمها تمبورال سميشن. ليه؟ الاستيمولاس لوحده هو اللي عمل كده. امال سبيشال سميشن؟ لا، ينادي على ناس تزق معاه، يجيب استيمولاس تانية تزق معاه. خلاص، دي اسمها سبيشال سميشن، هناخدها المرة الجاية. المهم ان انت تبقى عارف ان هو بيبقى ان كان بي سميتد لازم اعمله سميشن عشان يوصل للاكشن بوتنشال. It is caused by sodium influx. ايوه انا لسه قايل ان هو سبب دخول الصوديوم ده مينلي طبعا، ولس خروج البوتاسيوم، ماشي. الديوريشن بتاعه يا جماعه 5 مللي سكند اور مور، 5 مللي سكند الديوريشن بتاعه قليل، عشان كده ممكن يحصل له ديكي، يختفي بسرعه. وهي دي الفكره، ان انا مش عايز اي ستيمولس ضعيف يجي يقف على الريسبتور تستجيب له، لا، تمام. ما هو لو ستيمولس ضعيف وقف على ريسبتور وجي واحد تاني ضعيف وجي واحد تالت ضعيف، لا، انا عاوز الاستيمولس القوي والجاد، عشان كده هو الفتره بتاعته قليله وبيختفي بسرعه. شوف بقى اخر جمله دي، وين ريتشنج ذا فايرنج ليفل، اول ما يوصل للفايرنج ليفل بقى هيعمل ايه؟ كوز فريكوانت اكشن بوتنشال. بيعمل زي عارف الالي اما يضرب نار، فريكوانسي اكشن بوتنشال ورا بعض. ستارتنج ات ذا نود اوف رانفير، ات ذا فيرست نود اوف رانفير، طبعا هتبدا من اول النيرف عشان يبقى اسمه نيرف اكشن بوتنشال، تمام. ومن هنا بقى واحد تاني اسمه فيبر فيشنر لو. واحد فيبر فيشنر قال يا جماعه ده الاستيمولس كل ما يزيد قوته 100 مره الفريكونسي اوف اكشن بوتنشال اللي على النيرف ده يزيد مرتين. طب ليه يا جماعه؟ قال لك عشان الريسبتور بوتنشال. الريسبتور بوتنشال ما بيستجيبش بالسرعه اللي احنا متصورينها، لا، ده بيفضل يخزن ويضيع ويعمل ويسوي. طب دي حاجه مفيده ولا حاجه مش مفيده يا اخ فيبر؟ قال دي حاجه مفيده جدا، بتدي خاصيه الكومبريشن للريسبتور. يعني ايه كومبريشن؟ يعني الريسبتور بتكمبريس الماركت تشينج في الاستيمولس انتو سمولر تشينج في الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لما كان جاي لي الاستيمولس بقوه 10 كان عندي الفريكوانسي بتاع الاكشن بوتنشال 10، دلوقتي الاستيمولس بقى 12 الفريكوانسي هيبقى قد ايه؟ 10 برضه. الاستيمولس بقى 20 الفريكوانسي هيبقى قد ايه؟ 10 برضه. الاستيمولس بقى 30 الفريكوانسي هيبقى قد ايه؟ 10 برضه. الاستيمولس بقى 100 من 10 ل 100 الفريكوانسي هيبقى قد ايه؟ هيبقى 20.
زاد تمام، بس ما زادش الا لما الاستيمولس قوي 90 مره اقوى من قوته الاولانيه تمام. عشان كده انا قاعد في قلب الـ البيت او قاعد في قلب الهواء، الهواء حواليا عمال يتغير القوه، ما احسش بالهواء امتى؟ الا لما يروح هابب مره واحده كده تقوم ريح احس بيها، لكن الهواء وهو عمال يتغير انا مش حاسس بيه. ليه؟ لانه عمال يتغير من 10 15 20 30 40، الكلام ده كله ما احسش بيه تمام. نلخص بقى الاكسايتابيليتي. الاكسايتابيليتي معناها ان الريسبتور ليها خاصيه الاستثاره، بمعنى ان الريسبتور هي اللي بيبدا فيها الكهرباء الاول، مش الكهرباء بتبدا في النيرف الاول. الريسبتور هي اللي بيبدا فيها الكهرباء الاول، الريسبتور هي اللي بيبدا فيها الكهرباء الاول. الكهرباء بتاعت الريسبتور اسمها ريسبتور بوتنشال او جنريتور بوتنشال، كهرباء غير محسوسه وغير ملموسه وما بيحصلهاش بروباجيشن، ما بتمشيش في قلب النيرف. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا اديت سيوتابل ستيمولس للريسبتور، الريسبتور تستجيب على طول؟ لا، تعمل ستيت اوف بارشال ديبولاريزيشن. سببه ايه؟ زياده البرميابيليتي للصوديوم، يبدا يزيد 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 يزيد. بس انا عندي حاجه اسمها فايرنج ليفل اللي فيه النيرف بيستجيب، النيرف بيستجيب لما الاكسايتابيليتي توصل 10. انا الاستيمولس ما وصلنيش ل 10، لا ده هو عمل لي 2 3. الاستيمولس ده تمام لازم يحصل له سميشن عشان اوصل للفايرنج ليفل تمام. المهم ان الاستيمولس ده عمل لي ستيت اوف بارشال ديبولاريزيشن اسمه ريسبتور بوتنشال. ايه هو الريسبتور بوتنشال الغير محسوس وغير ملموس؟ ده لوكال ديبولاريزيشن في الريسبتور نتيجه للاستيمولس. دازنت اوبي اورنان لو جريدت، بيزيد تمام، عشان كده هو دازنت اوبي. سميتد لازم يحصل له سميشن من اماكن اخرى عشان يوصل للاكشن بوتنشال. سببه زياده الصوديوم، ديوريشن بتاعه 5 مللي سكند يعني بيختفي بسرعه عشان الاستيمولس الضعيف ما حسش بيه. واول ما يوصل للفايرنج ليفل مش بيدي 1 اكشن بوتنشال على النيرف، لا ده بيدي ريبيتيتف اكشن بوتنشال تمام، بيدي زي ما يكون ايه دوست على الزرار بتاع الي وضرب نار ورا بعض. من هنا فيبر فيشنال لو قال ان الفريكوانسي بتاع الاكشن بوتنشال اللي حصل على النيرف ده يا جماعه دايركتلي بروبورشنال للوغاريتم الانكريز انتنستي، مش دايركتلي بروبورشنال للانتنستي على طول، لا للوغاريتم الانتنستي، واحد على انتنستي. يعني لو الانتنستي زادت 100 مره فريكوانسي يزيد الضعفين بس، ما يزيدش 100 ضعف تمام. ودي مهمتها ايه؟ مهمتها ان تخلي الريسبتور ليها كومبريشن فانكشن، وظيفه ضغط اللي تشينجز في الاستيمولس، عشان اللي مش كل زي ما بيقولوا كده استيمولس ضعيف يعمل لي استيميوليشن تمام. الحمد لله الادابتيشن خدناها قبل كده، احنا بس عايزين نعرف تعريفها. تعريف الادابتيشن ان انا حاطط استيمولس على الريسبتور وما شلتوش، ومع ذلك الريسبتور بدات ما تبعتش ما تعملش سميشن للريسبتور بوتنشال، وبالتالي الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال على النيرف فايبر بدا يقل. يبقى تعريفها جراديوال ديكريز ان ريسبونس in spite of constant stimulus او constant stimulation to the receptor. انا حاطط الاستيمولس موجود زي ما هو في الريسبتور ومع ذلك في ديكريس في الريسبونس. ايه سببه؟ هنعرف. لكن اهم حاجه الكلاسيفيكيشن، ريسبتور كلاسيفايد اكوردنج تو رابيدلي ادابتنج، اوعى تنسى تاتش، مودريتلي ادابتنج، اوعى تنسى التمبريتشر والبريجر والتيست والسميل، سلولي ادابتنج، اوعى تنسى البين. الميكانيزم بيحصل ازاي الادابتيشن؟ الادابتيشن بتاع كل ريسبتور مختلف عن التانية. احنا هندرس هنا حاجتين، هندرس حاجة اسمها فوتو ريسبتور ميكانو ريسبتور، وهندرس حاجة اسمها فوتو ريسبتور. الفوتو ريسبتور دي احنا لسه قايلين عليها مش هتلاقيها في حتة في جسمك غير فين؟ الرودز والكونز تمام. الرودز والكونز دول احنا لسه طبعا ما خدناش السبيشال سينس، بيصنعوا صبغة كده في العين هي اللي بتستجيب لللايت تمام. فبيقول لك الادابتيشن بتاع الرودز والكون بيبقى حاصل ازاي؟ ان انا الضوء بتاع الشمس مثلا ضارب في عينيا، لو فضل الضوء ده ضارب فتره طويله الرودز والكونز هيحصل لها ديستراكشن. تقوم الرودز والكونز تعمل ايه عشان تعمل نفسها مش حاسه باللايت ده؟ تقوم تكسر البيجمنت اللي جواها وتقلل الكونسنتريشن بتاعها جواها، والبيجمنت دي هي اللي بتديها القدره ان هي تستجيب لللايت. شفت الذكاء؟ زي بالظبط كده وانت قاعد دلوقتي بتسمعني تمام، وعاوز تعمل ادابتيشن تبدا تفكر في حاجه تانية وتسمعني ولا اكنك سامعني خلاص. فالفوتو ريسبتور يا جماعه بتعمل كده،
قلل الكونسنتريشن بتاع البيجمنت اللي جواها بحيث ان اللايت ما ياثرش عليها. تمام. امال الميكانو ريسبتور بقى، الميكانو ريسبتور دي زي الباسينيان كورباسل اللي هي عامله زي الـ البصله، هجيبها لكم دلوقتي. الادابتيشن بيحصل بطريقتين يا جماعه. اول طريقه اهي، ادي الباسينيان كورباسل اللاميلي بتاعتها اهي. تمام، هي ادي الفري نيرف اندنج وادي الفري ستنود اوف رانفير، هتبقى المفروض هنا. انا اديت الاستيمولس اهو وعمل استيميليشن وبدا فريكوانسي قطار من الاكشن بوتنشال ورا بعضه. بعد شويه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللاميلي اللي حواليه دي يا جماعه فيها جواها فلويد، الفلويد وزع نفسه بحيث ان يبعد الاستيمولس عن الفري نيرف اندنج اللي جوه الباسينيان كورباسل، وبالتالي اصبح النيرف مش ان كونتاكت ويز الاستيمولس، مش ان كونتاكت ويز نيرف. كده تبدا الادابتيشن، كده خلاص مش هيحصل بقى اكشن بوتنشال، مفيش استيمولس ماسك في البتاع. هو الاستيمولس اه واقف على الريسبتور بس التبس بتاعته مش واصله لحد مين؟ لحد النيرف فايبر. وهنا نقدر نقول ان الادابتيشن هنا سببه فيزايكو الاستيك بروبرتيز اوف زلاميلي. فيزايكو الاستيك بروبرتيز اوف زلاميلي يعني الباسينال كورباسل جواها لاميلي، اللاميلي دي الاستيك مرنه وجواها فلويد وبتقدر تغير الكميه من هنا لهنا بحيث ان انا ابعد الاستيمولس عن الفري نيرف اند. طيب جه واحد بقى رخم وغلس علينا وقال لك طب بص انا هقطع كل اللاميلي دي واحط الاستيمولس هنا زي ما هو، هل يحصل ادابتيشن؟ لقينا برضو حصل ادابتيشن. يا ترى ايه سبب الادابتيشن هنا؟ قال لك سبب الادابتيشن هنا ان الصوديوم تشانلز اللي موجوده في الفيرست نود اوف رانفير تمام بدات يحصل لها كلوشر من كتر ما الاستيمولس موجود. عارف لما تلاقي واحد عمال ينادي عليك ينادي عليك ينادي عليك، في الاول هترد عليه، في الاول هترد عليه هترد عليه، وبعد كده هتسيبه ينادي ومش هترد عليه، صح؟ هو ده اللي حصل، الاستيمولس جه ولزق ومش عاوز يمشي. تعمل ايه؟ تبدا بقى ال الصوديوم تشانلز هنا تقفل بحيث ان بقى حتى لو حصل ريسبتور بوتنشال هنا وحتى لو وصل للفايرنج ليفل ما يعرفش يفتح الصوديوم تشانلز اللي موجوده في النيرف اندنج، وبالتالي فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال يقل. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الريسبتور السنسوري ريسبتور. هناخد السنسوري كودنج بقى، وانا قلت في اول المحاضره ان سنسوري كودنج او سنسوري ترانسدكشن معناها ايه؟ معناها قدره السي ان اس ابيليتي اوف ذا نيرفس سيستم بالذات البرين ان هو يعرف الموداليتي، نوع السنسيشن اللي جاي له ده ايه، سايت مكانه فين، سترينث قوته ايه، ماشي. ان سبايت اوف بالرغم من كل السنسيشن اللي واصله للسي ان اس يا جماعه على شكل اكشن بوتنشال، يعني البرين اللي موجود فوق ده يا جماعه في سنسوري اريا هناخدها ان شاء الله هي اللي بتستقبل كل الاحاسيس. كل الاحاسيس اللي انا لو عديتها لكم بين تاتش تمبريتشر والتاتش فاين تاتش وكروت تاتش والتمبريتشر هيت وكولد وبريشر وتنشن وفايبريشن وسنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت وهيرنج وكوليبريم، كل السنسيشن دي واصله للسي ان اس في شكل ايه؟ اكشن بوتنشال. كل المطلوب من السي ان اس بقى يعرف موداليتي نوعها ايه؟ هي السنسيشن اللي جايه دي بين ولا تاتش ولا تمبريتشر. تاني حاجه يعرف الانتنستي قويه ولا ضعيفه. تالت حاجه يعرف لوكاليتي جايه منين. تمام، اول حاجه ازاي السي ان اس يا جماعه يعرف الموداليتي؟ ازاي هيعرف نوع السنسيشن اللي جايه دي؟ هقول لك ان الحمد لله كل سنسيشن من اللي انا لسه قايلهم دول يا جماعه له سبيسيفيك باسوي. يعني ايه له سبيسيفيك باسوي؟ يعني البين له باسوي لوحده والتاتش له باسوي لوحده والتمبريتشر اللي هي باسوي لوحده، والباسوي ده بيتكون من ريسبتور وافرنت وسنتر وافرنت، كل الحاجات دي. تمام، فبما ان الاكشن بوتنشال اللي جاي للبرين جاي من الباسوي بتاع البين فيقول لك ده بين، او الاكشن بوتنشال اللي جاي للبرين ده جاي من التاتش هيقول لك ده تاتش. ليه؟ لانه عارف او حاطط باسوي معين تمام في للسنسيشن ده. اديك مثال، مثلا البرين مثلا في 10 سنتر من سي 1 لسي 2 لسي 3 لسي 4 لسي 10. البرين حاطط سي 1 اللي هو سنتر 1 ده للباسوي بتاع البين، تمام، بحيث لو حصل استيميوليشن
للريسبتور بتاع البين هتروح عامله استيميشن للافرين، ولو حصل استيميشن للافرين هتروح عامله استيميشن لمين؟ للسنتر. انهي بقى سنتر؟ سي واحد، لان هو حاطط سي واحد للبرين، البرين حاطط سي واحد للبين، تمام؟ فانا لو عملت استيميشن للريسبتور هيقول لك ده بين، ولو عملت استيميشن للافرين هيقول لك ده بين، ولو عملت استيميشن للسنتر نفسه هيقول لك ده بين. ليه؟ لان هو عامل سي واحد ده للبين. في حين اخر ان هو حاطط سي خمسة ده مثلا للتاتش مثلا، وعارف ان السي خمسة ده متوصل بالباسوي بتاع التاتش، فلو عملت استيميليشن للريسبتور بتاع التاتش يقول لك دي تاتش. طب عرفت منين؟ ما الريسبتور بتاع التاتش دي هتعمل استيميليشن للافرنت اللي بعديها، والافرنت اللي بعديها يروح يعمل استيميليشن لسي خمسة، وهو البرين حاطط سي خمسة دي تمام ان هي التاتش. يبقى كده عرفنا ازاي البرين بيعرف ان هو بيعرف نوع السنسيشن. بيعرف نوع السنسيشن ازاي؟ ان هو حاطط سبيسيفيك باسوي لكل سنسيشن. لو عملت استيميليشن لاي حته من السبيسيفيك باسوي دي يحصل استيميليشن للريسبتور، ويحصل سنسيشن يعمل يحصل سنسيشن للسنسيشن ده معين. يعني مثلا احس انه تاتش عشان استيميليشن، عملت استيميليشن للتاتش ريسبتور، احس انه بين عشان عملت استيميليشن للبين ريسبتور، تمام؟ طب ازاي اعرف قوه الاستيمولس ده؟ اعرفها من حاجتين، من الفريكوانسي بتاع الاكشن بوتنشال. انا لسه قايل الاستيمولس اما يقوى جامد الفريكوانسي في اكشن بوتنشال يزيد. فهو البرين كل ما يلاقي الفريكوانسي عالي بيجي له عالي، كل ما يقول لك ده بقى جامد قوي. تبص تلاقي ضرسك يعني كان بيوجعني بسيط، دلوقتي ده بيوجعني قوي. طب انت البرين عرف منين انه بيوجعك قوي؟ لان الفريكوانسي اللي جاي له زاد، تمام؟ او يعرف ان الاستيمولس بقى اقوى من انكريز نمبر اوف ستيميوليتد ريسبتور، لان الاستيمولس الاقوى بيعمل ستيميوليشن، بيعمل سبريد على لارج اريا، فيعمل ستيميوليشن لمور ريسبتورز، تمام؟ يعني فليكن مثلا انا هحط طرف قلم، طرف القلم ده هيعمل ستيميوليشن للريسبتور في حته صغيره جدا، تمام؟ لكن لو بدات اعمل بقى بالعرض بقى، اعمل القلم بالعرض، تلاقي القلم عمل استيميليشن لمنطقه كبيره، فكده احس ان الريسبتور احصل لها استيميليشن اكتر، فاحس ان الاستيمولس بقى اقوى. طب ازاي بقى يعرف المكان؟ المكان بقى يعني الحته اللي انا جاي منها القلم او جاي منها التاتش دي، ازاي عرفت ان هي جايه من ايدي؟ ازاي عرفت ان هي جايه من رجلي؟ ازاي عرفت ان هي جايه من دماغي؟ هقول لك بقى ان الجسم بتاعك زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامنا دي، ماشي، ريبريسنتد في قلب الكورتكس عندك. يعني الحته دي بتاعت ايدك اهي، الحته بتاعت راسك اهي، والحته بتاعت لسانك اهي، والحته بتاعت رجلك اهي، والحته بتاعت الترانك اهي، تمام؟ يبقى ايتش بارت في البودي ريبريسنتد في سيرتن اريا في الكورتكس، تمام؟ اول ما اعمل ستيميوليشن للاريا دي في الجسم يبدا الكورتكس يعمل ريفير او بروجكت ذا سنسيشن تو ذا كورسبوندنج اريا ان ذا بودي. يعني انا مثلا صباعي كبير اتزنق في الباب فبيوجعني، في الم جاي منه، تمام؟ اتفقنا ان البرين هيعرف انه الم ازاي، ان في سبيسيفيك باسوي هينتهي فيه، هو عارف ان الباسوي ده بتاع الالم. طب يعرف قوي ولا ضعيف ازاي؟ يعرف من فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال او النمبر اوف ريسبتور ستيميوليتد. طب هيعرف ان هو الصباع ازاي؟ هيعرف الصباع لان السنسيشن لما يوصل لحد الكورتكس هيجي يعمل استيميوليشن للحته بتاعت الصباع في الكورتكس، لان الكورتكس مرسومه فيه نفس جسمك مرسوم في الكورتكس. فما البرين يلاقي الحته بتاعت الصباع دي هي اللي حصل لها استيميوليشن، هيروح مشاور بروجكت على نفس المكان، على نفس المكان في الجسم. ازاي؟ طيب دي عشان تفهمها لازم تتخيلها. خد بالك ان البين ريسبتورز مش بتبعت في يعني او اي ريسبتورز او اي سنسيشن مش بيبعت في الكورتكس كده هبهزرت في اي حته، لا، البين ريسبتورز اللي طالعه من الايد بتمشي باسوي لحد ما توصل لشكلها في الكورتكس اللي على شكل ايد، والبين ريسبتور اللي طالعه من الرجل بتمشي كورس معين في الجسم لحد ما توصل للكورتكس، مش تروح بقى في الكورتكس للرسمه اللي هي فيها الايد، لا، تروح للرسمه اللي فيها الرجل، عشان اما اعمل لها ستيميوليشن، تمام، البرين يبص جوه نفسه كده يقول اه دي بتاعت الرجل، فيروح مشاور على الرجل. يعني ايه يشاور؟
يعني يخليك تبقى فاهم ان الجزء اللي بيوجعك الرجل، تمام، هو مش هيخليك تشعر بصباعك، لا هو هيخليك تبقى فاهم ان الجزء اللي بيوجعك هو الرجل. نلخص السنسوري كود او سنسوري ترانسدكشن بسرعة كده. سنسوري ترانسدكشن معناها قدرة الجهاز العصبي خصوصا البرين، خصوصا يا جماعة السنسوري كورتكس، تمام، ان هي تقدر تحدد نوع السنسيشن اللي جايلها وقوة السنسيشن اللي جايلها ومكان السنسيشن اللي جايلها، بالرغم من ان كل ريسبتور بتبعت اكشن بوتنشال واحد، كله كهرباء واحد. طيب ازاي تقدر الكورتكس او ازاي يقدر البرين او ازاي تقدر السنسوري كورتكس تعرف نوع السنسيشن اللي موجود ده؟ زي ما اتفقنا ان كل سنسيشن له سبيسيفيك باسوي، فلو عملت استيميشن للباسوي ده هينتهي في الكورتكس ويقول ده الباسوي بتاع كذا، فتعرف ان هو الباسوي بتاع كذا. طب ازاي اعرف الانتنستي او السترينث؟ هعرف من الفريكوينسي اوف اكشن بوتنشال، وهعرف من النمبر اوف ستيميوليتد ريسبتور في المكان. طب ازاي اعرف اللوكاليتي؟ انا عندي صوره طبق الاصل اللي من جسمي مرسومه جوه الكورتكس، تمام، اما بعمل ستيميوليشن للاريا بتاعت اليد مثلا، بيحصل ان الريسبتور بتبعت افرنت ثم توصل للكورتكس وتروح تعلم على الاريا بتاعت اليد في الكورتكس، فتقوم الكورتكس تقول لك او تديك وعي من ان الحته اللي بتوجعك هي اليد، تمام. ويبقى كده احنا خلصنا تاني محاضره، ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا، وباذن الله المحاضره اللي بعديها احنا خلصنا ريسبتور، يعني المفروض هنخش افرنت. الافرنت لا مش هنتكلم فيه، احنا هنخش على اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، حاجه اسمها سينابس، ان الافرنت ده المفروض هيتصل بنيورون تانية، والنيورون دي هتتصل بنيورون تالتة، والتالتة برابعة، والخمسة بستة. يعني لك تتصور ان انا عشان احرك صباعي ممكن الامر يطلع من البرين ويمشي على اكتر من 10,000 سينابس، وكلمة سينابس معناها area of contact between two neuron. ادي نيورون خلصت وهتسلم للنيورون اللي بعديها، زي ما هنعرف المرة الجاية، ياريت نقرأ عنها عشان اما اجي اشرحها لكم تبقوا فاهمينها كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.